اي صحيح كلامك سي عماد، فيه برشا منطقه، اما ما تصورش زاده على شرطي هكا قاعد عاقل مواطن جاي سبو، معناتها فما زاده بوليسيه يتبعوا يجري وراهم في النهج وكذا، معناتها ما نعرفش زاده. انا قلت لك الفعل ورد الفعل. لا مش الفعل ورد الفعل، ينجم يكون الفعل وحده، معناتها ما نعرفش، انا ما نعرفش، معناتها مش تقول لي بوليسي لما يجبدوا المواطن مش يتبلى عليه، معناتها شفنا تصاور نتاع واحد متعدي يلف بكف وتعدى، معناتها ماني قلت لك تحس ناقمين. احنا علاش توا احنا طلبنا كاتحاد وطني نقابات تونسي، احنا طالبنا بالتحقيق. بالعكس يا خويا انت تحقيقك وني اخو حقي واضح، هذا تحقيق. بالعكس هي في فرنسا تصير تحقيقات بالنوع هذا وتو في الحكايه واضح. ساعه احنا معناتها فرحنا على هاك البوليسيه كشولينا محلينا مع بعضنا وكذا، وفما معناتها تذكروا معانا فما واحد جاي لهنا وقال راهو الشاي مش مواتينا، ويظل يظهر عنده الحق في الاخر. نستقبلوا محمد العربي المازني. وليه الحمد لله يا ربي، رجع الضرب يا ميت. الحمد لله نحمدك ونشكروك، كنت حارق المرالي راني شفت الضرب رجعت. يا بابا يا بابا نشيخ على الغاز، تعرف المتراك يبدا يفشخ فيا تقول له قاعد يرشق عليه بالفلوس. يا ميت يا ميت، هي هكا نشيخ هكا. قلت لكم رانا مانيش بتاع حرية رانا، افهموها يا عبيد، حكومة حنينة راك الميم، راك انت الخالة وانت العمة، بلاكي ما تضربنيش انت شكون باش يضرب؟ كي ما تفتقنيش انت من بعد شكون باش يفتق؟ ولا فرحان وشكون تعرف تزغرت بالله؟ فرحان بصراحة. تعرف شنو نهار اثنين حسيت اللي الحكومة بتاعنا ما فماش ما حن منها، طلعت حن حتى من بن علي. راو ما نحكيكمش يا حكومة، رانا بتاع ديكتاتورية ورانا بتاع ظلم وقهر واستبداد. ها وكل بوليسي يمي انت هكا تعرف قديش طلع قلبه مهيف. راهو مش نورمال وحنينين، واللي ضربونا الكل بوليسية شباب كيفنا جدد، عاملين واللي يضربوا معانا سنين يضربوا فينا. شوف الدمار لا وباهي هكا باهي باهي الحمد لله يا ربي، هكا مادام مش ضد هكا ضمنا 20 30 سنة قدام كلها ضرب. باهي معناتها من الاخر برجولية فشخني تركحني تربح. والله واسمع انا راني لاني من حزب عنقني، لاني من حزب عنقني لا حتى شيء، انا من حزب فشخني. اسي علي اسي علي اراعي الحقوق، شبعنا مشطف شلبوق بجاره. اسي علي ماسك نكل ضرب مولي ناشطر انا. اسي علي بتاع الداخلية راهو الضرب واجب مش مزي. اعم علي اعم علي عم علي وخي عم علي. الحمد لله اما بصراحه باش نقول كلمتين توا نحبوا نسمعوا بعضنا. ولا بالحق سامحني نوفل ابار سكيتش ابار كذا، باش نحكي كمحمد العربي المازني مواطن تونسي. يا بوليس يا عون يا مفتش يا ضابط يا محافظ، رانا توانسه وراك زوالي كيفنا كيفنا نحنا زوالة حتى انت زوالي. ردوا بيكم القرارات والاوامر تجيكم من فوق تكرهكم في شعبكم، شعبكم هذا هو اللي حرركم وهو اللي عمل لكم النقابه وهو اللي زادكم في الشهري. افهموها فاو تضربوا بعشرة ضربات. فاو تضربوا بعشرة ضربات بالمتراك اضربوا بزوز، في عزوز كفوف اعطيك كف وفي عود كف ما تضربوش. ونحن المواطنين نعدلوا، اللي ما يعرفش يعمل مذاره ما يهبطش لافينو، واللي هابط على حاجه اخرى باش يسرق ولا باش يفك يشد دارهم خير.
نعدلوا وسلام. تحيه ايجا عدل. ساعة احنا سي كنا احنا وردة فعلك هذه معناتها كنا بدينا نفيقوا للعاون راهو انسان كيفنا نسيناها في فترة اليوم رجعت لنا حتى قبل ما كنتوش جيونا البلاتو تلفز ما كنتوش تحكيوا معانا مكبوسين ما تنجمش تقول حتى ربع تصريح اليوم حسيتوا كلام كيما هكا اللي تقال حسيتوا برشا انا تاثرت برشا الكلمه اللي قالت تاثرتها علاش؟ النهار اللي صارت العمليه نتاع فبريل تاثرت راني علاش تاثرت؟ هذوك كل متوانسه كنا توانسه نحبوا بعضنا امي كي روحت مره كبيره قالت لي كلمه قالت لي ولدي ربي يحنيكم على بعضكم على اساس هي ام الناس الكل ربي يحنيكم على بعضكم كلمه تاثر برشا ماذا بيا توانسه نحنوا على بعضنا نحبوا بعضنا ما يسالش حتى كي نختلفوا في ارائنا لا يفسدوا دي قضية نبقاو ديما توانسة نخافوا على بعضنا ما نحموش في بعضنا يلزمنا هذه نحب الرسالة توصل للتوانسة الكل نختلف معاك في السياسة في الثقافة في أي حاجة أما نبقى ديما تونسي كيفي كيفك ما نحملش فيك أنا غدوة تونسي كي مد واحد يده على تونسي ما نخليش أنا نمنعه يتعدى الحق تونسي كيفه هو هذاك خلي ما بالك إذا كان هدوه من الخارج يكون أكثر وأكثر هذاك علاش أنا تأثرت تبارك الله عليه الشاب توا الرسالة اللي أعطاها تويكا أثرت فيها برشا سي نوفل هذاك علاش يظهر لي سي عماد بالحاج خليفه معناتها كلامك انا نحس فيه برشا صدق ونخلي لك كلمه ختام في الاخر ما عاد عندي ما نقول نحب نخلي لك كلمه ختام توجهها للشعب التونسي اللي نحب خلي نقولوا عائله واحده مغشين برشا على اعوان الامن بعد اللي شافوه من الضرب نحب نوجه رساله للتوانسه الكل من بنزرت البنقردان التطاوين القابس كيف ولايه تونس قل لهم الرساله هذه اعوان الامن من حرس شرطه حمايه مدنيه وسجون رانا في خدمه التوانسه هذوما نعود رواحنا نحبوا بعضنا واذا كان عندنا مشاكل نحاولوا نحلوها بكل حسنى بالسياسه ما غير في تصادم نخدموا بعضنا في تصادم رانا احنا مشغولين خدمتكم وردوا بالكم تفكروا نهار انه عون الامن يمكن نحقد للمواطن لانه هو ود المواطن وقاسه كيفه وتعب كيفه يعلم به ربي شي يحس ماذا بينا انه اليو كتله واحده مع بعضنا انا كل مره قلت كلمه قلت والله ماذا بيا ديما نحطها غنايه يا ناس حبوا الناس ماذا بيا نقولوها يا ناس توانسه حبوا التوانسه حبوا بعضكم مهما اختلاف في ارائكم السياسيه ونعاود نعاودها رانا كنا تلقى في عائله كل واحد شنو انتماء نتحدى ما فماش عائله تونسيه ما فماش فيها عون امن نتحداهم راهو بارتو موجودين احنا رانا عون امن احنا في خدمتكم اما برب نطلب لكم طلب انتم تحترموا القانون وانا نحترمكم اربع مرات اكثر من هذا المهم القانون هو الفيصل ما بيناتنا انا اقول لك سيدي وانت تعرف قدرك وبارك الله فيك سي نوفل تصفيقه قويه على سي عماد بالحاج خليفة.